بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح أتكلم عن فلتر ريني لاندسكيب اند ساني لاندسكيب. طبعا الفضل يعود لله ثم شخص معين ذكرا بالفلتر هذا، طبعا موجود مع الشباب، فقلت أسوي هذا الشرح عشان حاجتين. حاجة الأولى عشان أعلم الشخص، لأنه سألنا عن طريقة التركيب، والشيء الثاني عشان أوصل لكم فكرة الفلتر هذا. الصورة هذه مثل ما أنتم شايفين طبعا صورة حلوة، طبعا ما كان هذا شكل الصورة، الصورة كانت بالشكل هذا قبل، تمام. ميزة الفلتر هذا انه يعطي طباع اخضر، او زي ما تقول كان الجو ممطر او كانت قبل شوي ممطرة، ويعطي شوي الارض فيه خضار، تمام. طريقة التعامل مع الفلتر بسيطة جدا جدا. بالبداية شلون تركب الفلتر؟ الفلتر مثل ما تكلمت قبل عن الجنب، انه اي مكان او المكان الخاص بحفظ الاضافات على الجنب هو مجلد مخفي موجود هنا، مجلد الهوم. طبعا اذا كنت تكلم عن لينكس، بالنسبة للويندوز فما ادري حقيقة، ما استخدمته. جنب 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 جنب، هذا هو، تمام. فانت راح تحمل الفلتر وتنزله بالمجلد سكريبتس، هذا الفلتر طبعا نزلته هنا، طبعا تنزله بعدين تسكله في الجنب وتفتحه من جديد. بعد ما تسوي الحركة هذه نجيب صورة معينة، نفترض الصورة هذه. طبعا راح تحصل الاضافة هذه موجودة مع فلترز لايت اند شادو، وانت راح تحصل جاي عندك اضافتين اللي هي ساني لاندسكيب وريني لاندسكيب. طيب بالنسبة لك انت هنا الارضية طبعا رملية، افتراضيا الفلتر جاي بالشكل هذا، فالصورة هذه صورتها طبعا الارض عندنا ما شاء الله رمل، فاذا حبيت اغير الرمل نفسه او لون الرمل فشي طبيعي اني راح اختار مو باللون الاصفر، راح اختار لون الرمل نفسه، فاضغط الاداة الشفطة هذه واشفط لون معين اللي هو لون الرمل، وبعدين طبعا الاعدادات اذا انت حاب تلعب لعبه معينه العب معها ما في مشكله، اضغط اوكي راح يقلب لك الصوره هذه الى اجواء ممطره وكانه في ارض خضار وفله يعني الصوره. بالنسبه للفلتر الثاني اللي موجود مع السكريبت نفسه اللي هو فلتر صاني، طبعا ما ينفع مع الصوره هذه، لكن ممكن احنا نخليه ينفع مع الصوره هذه، ينفع مع الصوره اللي فيها اللي بها سماء، يعني اذا كان في الصوره هذه في سماء من فوق، فانت راح تقول اوكي. طبعا هنا لون السماء وهنا لون الشمس، فشي طبيعي لون الشمس اصفر ولون السماء ازرق. اوكي لاحظ الاضاءة راح تبدأ تزيد الحين، فسوى لك السماء من فوق وحط لك هذه من تحت، فانت ممكن انك تشيل السماء من هنا بالضغط على الطبقة هذه، وهذه ميزة الجنب انه يحط لك طبقات فوق بعض، فتضغط على الطبقة هذه تختار اداة المسح وتبدأ تمسح الطبقة هذه. عادوا وانت واحترافك بالفرشة، فممكن اننا نوصل لشكل حلو اذا حطينا تدرج هنا. وهكذا فراح يطلع لك سمة فوق وصورة تحت. ممكن الصورة اللي تنفع اذا كان عندك شورت جبل او شيء معين يعني. بس هذا اللي عندي اليوم. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبسكرايب لايك، شكرا نسيت اسمه.